بين خوف من التراجع وطمع بالزيادة، تترقب الأحزاب الكردستانية بحذر مصير مقاعدها النيابية في المناطق المتنازع عليها، لا سيما في نينوى وكركوك. 14 مقعدا تحصل عليها الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في الانتخابات الماضية، 7 في نينوى و6 في كركوك ومقعد في ديالى، تواجه خطر التراجع في ظل القانون الانتخابي الجديد وبعض المخاطر الأمنية. إذا ما تحدثنا عن سنجار، هناك الكثير من القوات الغريبة في هذه المنطقة، ولا يوجد ذاك الأمان الذي يدعو أو يجعل النازحين أن يعودوا إلى ديارهم مرة أخرى، لهذا لا أعتقد أنها ستكون بالسهولة اللي ممكن، ولكن طبعا أنا أتحدث عن أهل سنجار، ولكن اللي موجودين بالمخيمات بالتأكيد كل شيء مرتب لهم على أن يدلوا بأصواتهم بشكل قانوني وصحيح في داخل مخيماتهم. حالة من الشد والجذب الانتخابي تشهدها تلك المناطق الفاصلة بين الأقليم وبقية المحافظات، بين مرحب بعودة السلطة الكردية التي حكمتها 14 عاما وبين رافض لها، وهو ما سيتضح جليا في نتائج الانتخابات كما يرى مراقبون. فإن وجد أهالي تلك المنطقة أن حكمهم كان حكما جيدا وحكما خادما، فيحصلون على الأصوات وربما أكثر، ولكن إذا وجدوا أن حكمهم كان ليس في صالحهم وكان لا يخدمهم، فحقيقة أن حظهم يكون حظا رديئا ولا يحصلون إلا على كراسي قليلة في هذه المناطق. وبعد استفتاء الانفصال الذي نظمه الأقليم عام 2017، فرضت الحكومة المركزية بعده سلطتها على كركوك وجميع المناطق المتنازع عليها وأخرجتها من سلطة حكومة كردستان. لكن الأشهر الأخيرة شهدت عودة التفاهمات بين الجانبين بهدف التنسيق الأمني المشترك قبيل إجراء الانتخابات. مقاعد المكون الكردي التي كان يجنيها في المناطق المتنازع عليها مهددة بالتراجع الكبير بسبب خروج هذه المناطق من سيطرة الأقليم، وكذلك شكل القانون الجديد الذي فرض الدوائر المتعددة. مخاوف كبيرة تلاحق الأحزاب هنا من ضعف تمثيلها في بغداد. من أربيل لقناة الفرات، على الطاي.